الناخبون اللاتينيون في قلب الصراع بين ترامب وهاريس. عدد هؤلاء يبلغ نحو 36 مليون ناخب من ذوي الآراء المتأرجحة، ويسعى الحزبان لنيل أصواتهم. الأمريكيون من أصل لاتيني يفوق عددهم عدد الأمريكيين من أصل أفريقي. استطلاعات الرأي تشير إلى أن المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس نجحت في تحييد ميزة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الاقتصاد بين الناخبين من أصل لاتيني. كما أن هاريس فيما يخص الهجرة والمناخ تنال رضا الكثير منهم. اللاتينوس باتوا الآن أهم مجموعة عرقية في الداخل الأمريكي، ويحظون باهتمام متزايد بسبب قدرتهم على التأثير في الأصوات ونتائج الانتخابات في كل مكان، وليس في الولايات المتأرجحة فحسب.